السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في حصة اليوم. اليوم إن شاء الله غنتعرفوا على أسماء أنواع الطعام بالفرنسية. فلنبدأ على بركة الله. فأولا اللحم هو la viande, la viande, la viande. فكل اسم سأعيده 3 مرات، في المرة الأولى والثانية أنصت له جيدا، وفي المرة الثالثة أعيده معي. اللحم هو la viande. اللحم المفروم la viande hachée, la viande hachée, la viande hachée. شريحة لحم un steak, un steak, un steak. لحم مشوي une viande grillée, une viande grillée, une viande grillée. نقانق une saucisse, une saucisse, une saucisse. دجاج هو le poulet, le poulet. فانتبهوا بالنسبة لو بولي كنكتبوها بالت في آخر الكلمة ولكن لا تنطق. لو بولي. صدر دجاج هو بلون دو بولي, بلون دو بولي, بلون دو بولي. سمك سلمون لو سومون, لو سومون, لو سومون. وبالنسبة للسمك سلمون المدخن هو le saumon fumé, le saumon fumé, le saumon fumé. سمك سردين هو la sardine, la sardine, la sardine. المحار les huîtres, les huîtres, les huîtres. الحبار le calamar, le calamar, le calamar. فواكه البحر les fruits de mer, les fruits de mer, les fruits de mer. سلطة la salade, la salade, la salade. الخضار هما les légumes, les légumes, les légumes. الفواكه les fruits, les fruits, les fruits. الحساء la soupe, la soupe, la soupe. الخبز le pain, le pain, le pain. الأرز le riz, le riz. فانتبهوا بالنسبة لو ري كنكتبوه بزاد في آخر الكلمة ولكنها لا تنطق. le riz. المكرونة أو المعجنات les pâtes, les بات. وانتبهوا بالنسبة لي بات كنكتبوها بأكسون سيركونفليكس لي بات, لي بات. الجبن لو فروماج, لو فروماج, لو فروماج. الحليب هو لو لي, لو لي, لو لي. فلو لي كنكتبوه بالتي في آخر الكلمة ولكنها لا تنطق. لو لي تي لا ننطقها, تكتب ولا تنطق. حليب خالي الدسم لي إكخيمي, لي إكخيمي, لي إكخيمي. هو حليب خالي الدسم لي إكخيمي. طحين لا فارين, la farine, la farine.
بيضة. Un œuf. Un œuf. Œuf. Un œuf. وبالنسبة البيض يعني الجمع نتاع بيضة فهو des œufs. Des œufs. Des œufs. فهنا غتلاحظوا انه un œuf نتقنا la lettre F. دونك قلنا un œuf. وبالنسبة للجمع او البلوريال قلنا des œufs. Des œufs. فهاد F ما كنتقوهاش في البلوريال. كنقولو des œufs. Un œuf. Des œufs. D'accord. الآن عندنا الزيت. فالزيت هي الويل. 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 زيت الزيتون. ويل دوليف. ويل دوليف. ويل دوليف. فقلنا ويل هي زيت. دوليف فليزوليف هو الزيتون. دونك ويل دوليف. الزيتون هو ليزوليف. 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 فهنا قلنا ليزوليف. فنتقنا لتر زيد مع انها مكتوباش. دونك هنا عندي لي كتنتهي باس اللي هو كونسون. و اوليف كتبدا باو اللي هي فويل. دونك كنقومو بلا ليزون فكنقولو les olives. Les olives. زيتون اسود هو des olives noires. Des olives noires. Des olives noires. وبالنسبة للزيتون اخضر فهو des olives vertes. Des olives vertes. Des olives vertes. Sandwich هو le sandwich. Le sandwich. Le sandwich. فبالفرنسية le sandwich كنطقو لا لتر تي مع انها ما مكتوباش كنقولو le sandwich. البرجر هو le burger. Le burger. Le burger. فانتبهوا لطريقة النطق. البرجر بالفرنسية le burger. بطاطس مقلية les frites. Les frites. Les frites. صلصات les sauces. Les sauces. Les sauces. وبالنسبة صلصة واحدة فهي la sauce. La sauce. صلصة الطماطم أو الكاتشوب هي le ketchup. Le ketchup. Le ketchup. المايونيز هو la mayonnaise. La mayonnaise. La mayonnaise. الخردل la moutarde. La moutarde. La moutarde. أصابع الدجاج les nuggets. Les nuggets. البيتزا فهي la pizza. La pizza. La pizza. فانتبهوا بالنسبة لا بيتزا بالفرنسية فكنطقو لتر دي مع انه ما مكتوبش. دونك لا بيتزا. الوغ هنا كنطقو لتر دي. لا بيتزا. لا بيتزا. لا بيتزا. الزبادي او الياغورت فهو لو ياورت. لو ياورت. الزبدة فهي لو بور. لو بور. لو بور. المربى لا كونفيتور. لا كونفيتور. لا كونفيتور. لا كونفيتور. العسل le miel. Le miel. Le miel. عجة البيض أو الأومليت فهو une omelette. Une omelette. Une omelette. العدس فهو les lentilles. Les lentilles. Les lentilles. الحمص le pois chiche. Le pois chiche. Le pois chiche.
ذرة فهي le maïs. Le maïs. Le maïs. كعك un gâteau. Un gâteau. Un gâteau. فانتبهوا بالنسبة للغاتو فأك نكتبوها بأكسن circonflexe. كعك هو un gâteau. فطيرة une tarte. Une tarte. Une tarte. سلطة فواكه salade de fruits. Salade de fruits. Salade de fruits. المثلجات هما les glaces. Les glaces. Les glaces. شوكولاتة le chocolat. Le chocolat. Le chocolat. فانتبهوا بالنسبة لو شوكولات كنكتبوها بالتاء آخر الكلمة ولكن لا ننطقها. Le chocolat. القشدة الطرية la crème fraîche. La crème fraîche. La crème fraîche. هي القشدة الطرية. مقبلة une entrée. Une entrée. طبق رئيسي plat principal. Plat principal. Plat طبق principal رئيسي. Plat principal. تحلية un dessert. Un dessert. Un dessert. وصفة une recette. Une recette. Une recette. مكونات يعني المكونات اللي كنستعملو في وصفة الطبخ فكيتسماو des ingrédients. Des ingrédients. Des ingrédients. وبهذا كنوصلوا لنهاية الحصة تعرفنا فيها على أسماء أنواع الطعام بالفرنسية. نتمنى درس اليوم تكونوا استفدتوا منه، فشاركوه مع أصدقائكم وأحبابكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكي تعم الفائدة، وما تنساوش لايك الفيديو أو جيم فهذا كيشجعني، واشتركوا في القناة لما كنتوش مشتركين من قبل، وفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد الفيديوهات، ونتلاقاو في الحصة المقبلة إن شاء الله.